السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تغلقي المسجل؟ عليكم السلام. أغلقي المسجل يا فتاة، أغلقي المسجل. حاضر حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، هل يوجد وقت فاصل بين صلاة الفرض والسنة؟ كيف وقت فاصل؟ يعني سمعت ان لازم ان احنا نعمل اي حاجه وبعدين نصلي السنه، هل في وقت ولا لا بعد الفرض على طول؟ لا بس صح اللي انت سمعتيه، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توصل صلاه بصلاه حتى يتكلم او يتحول، يعني نهى ان توصل صلاه بصلاه حتى يتكلم الشخص او يتحول. هذا ليس على الإجابة، قد ورد مقيدا بالإمام وقد ورد مقيدا بالجمعة فيجوز، لكن إذا تحولت شوية قليل عن مكان أفضل أو تكلمت لا إله إلا الله أي كلام، يعني أي كلمات بس. ولا إذا كنت تقصد الشيء الآخر، فالرسول صلى سنة الظهر بعد العصر صلى الله عليه وسلم.